إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث قد قمنا بقراءة جزئه الأول في قبل أسبوعين، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أبغض الله عز وجل عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يا لها من خسارة وخيبة لابن آدم إذا التمس سخط ربه عز وجل وتلبس بالأعمال المبغضة عند الله تعالى. أجل عباد الله، لا يفر العبد من بغض الله تعالى من غير أن يتخذ الأعمال الموجبة لبغضه وراءه ظهريا، وأن يضرب عنها صفحا. وقد جاء في القرآن العديد من الآيات التي تخبرنا عن الذين لا يحبهم الله عز وجل، حتى نجتنب أعمالهم ونتخذ منهم حذرنا فلا نصاحبهم. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: إن الله لا يحب والله لا يحب المفسدين. والله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال عز وجل: والله لا يحب المفسدين. وقال سبحانه: إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين. وقال عز وجل: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: إن الله لا يحب الفرحين. فيا ذلة من اتصف بهذه الصفات المذمومة التي يبغضها الرحمن ويحبها الشيطان. عباد الله، كذلك جاءت السنة النبوية ببيان بعض الناس الذين يبغضهم الله تعالى. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب المسبلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصام أو الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. فاتقوا الله عباد الله، وإياكم والأعمال التي تجلب بغض الله تعالى. فإن العبد إذا أبغضه الله أبعده ولعنه وجعله شقيا في الدارين، وجعله من أولياء الشياطين، وبغضه إلى عباده المؤمنين. ولا أضل ممن يغدو ويروح، وما من عمل يبغضه الله تعالى إلا وله حظ منه وفير. ثم بعد ذلك لم يعرف قدر نفسه، فيظن أن الله تعالى يحبه، بل يرى نفسه من أولياء الله الصالحين. فلبئس ظن هذا المسكين
وإنه حقًا لمن المغرورين، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.